السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الأعزاء، بالنسبة إلى حلقة اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى أداة مهمة جدا في مجال الصيانة، يعني الصيانة الإلكترونية بما في ذلك صيانة الهاتف المحمول، اللابتوب إلى غير ذلك، وهي أداة الباور سبلاي. إذا بالنسبة لهذه الأداة، هي أداة مهمة وذلك في تشخيص الأعطال وكذا في عدة نطاقات أخرى. إذا سوف نتطرق في هذا اليوم إن شاء الله إلى استعمالات الباور سبلاي، وكذا سوف نتطرق إلى استعمال هذه الأداة والتي تمكن من شحن البطارية الفارغة، مثلا بطارية الآيفون، بطارية سامسونج، هواوي إلى غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك سوف أتحدث بعجالة عن هاد العلبة، وهي علبة عادية، علبة تيار كهربائي للكمبيوتر المكتبي أو المنزلي. إذا سوف نرى كيف يمكن تحويلها إلى مصدر تيار كهربائي متعدد المخارج، وذلك لاستغلالها في ورشة الصيانة، صيانة اللابتوب أو المحمول. إذا فلنبدأ على بركة الله. إذا كما قلت، هذا هو باور سبلاي. إذا سوف نوحد بالنسبة لهذه الأداة، أو بالنسبة لهذا الباور سبلاي، إذا دوره هو إعطاء عدة طاقات أو عدة تيارات مختلفة. إذا نلاحظ هناك مخارج السالب والموجب. بالنسبة إلى هذا المخرج الأرضي سوف نتطرق إليه ودوره فيما بعد. إذا بعد ذلك لدينا الأمبير، نقوم بتغيير الأمبير من هنا، لدينا الفولتية، نقوم بتغيير الفولتية، ولدينا هنا فين كورس. دونك من هذه المغيرات سوف نقوم بتغيير الفولتية الجد المنخفضة، يعني 0.1، 0.2 إلى غير ذلك. إذا الأزرار التي ستهمنا بكثرة هنا هو هذا الزر وهذا الزر، في غالب الحالات هذا الزر هو الذي نستعمل. إذا بالنسبة للأمبير تضبطه في القيمة القصوى، تقوم بإشعال الباور سبلاي. سوف تلاحظون لدينا هنا 4.8 فولت. يمكننا تغيير القيمة، إما زيادتها أو نقصانها. إذا في حالتنا نحن سوف نستعمل هذه الشدة أو 4.8 فولت بالنسبة للهواتف المحمولة. إذا فلنقم على بركة الله بأول اختبار بالنسبة لهذا الباور سبلاي على أحد الهواتف كيفما كان. سوف نأخذ على سبيل المثال هذا الهاتف، هاتف سامسونج. إذا بالنسبة لهذا الهاتف فإن بطاريته لا تشتغل. إذا سوف نضع البطارية وسوف نقوم بإشعال الهاتف. لاحظوا أن الهاتف لا يشتعل. إذا في هذه الحالة سوف نقوم باختبار الباور سبلاي. إذا بالنسبة للباور سبلاي، هذه هي كابلات الباور سبلاي. لدينا نضع طبيعة الحال الموجب في الموجب والسالب في السالب، ولدينا مخرج الموجب ومخرج السالب. إذا الموجب والسالب. إذا بالنسبة لهذا الكابل، ليس الكابل الأصلي الذي أتى مع الباور سبلاي، ولكنه كابل معدل لقد قمت بتعديله، وذلك لاستغلاله في العمل على عدة هواتف. لأنه نعلم أنه بالنسبة لبطارية الهواتف هناك الموجب وهناك السالب بالنسبة للقطب الثالث وهو البي اس ار. إذا كما قلت بالنسبة للقطب الثالث وهو البي اس اي.
إذا بالنسبة لهذا البي اس اي، يمكننا من العمل على عدة هواتف كالنوكيا، كبعض هواتف سامسونج إلى غير ذلك. إذا سوف نرى أو سوف نقوم بمحاولة إشعال هذا الهاتف بجهاز البي اس اي. إذا كما قلت في حلقة مقبلة إن شاء الله سوف نقوم بتعديل الكابل العادي، وذلك لوضع هذا المتغير أو هذا الريزيستانس المتغيرة. إذا هذا الريزيستانس المتغيرة هي التي تعطينا البي اس اي أو هذا القطب الذي يوجد هنا في وسط البطارية، السالب والموجب والبي اس اي. إذا بالنسبة لهذا البي اس ال البي اس اي ليس سوى إلا مقاومة موضوعة بين القطب السالب وهذا القطب الثاني. يعني إذا قمنا بقياس المقاومة بين هذ القطبين سوف نجد أن هناك مقاومة موجودة. إذا إن شاء الله في حلقة مقبلة سوف أقوم بتعديل الكابل. إذا الآن ماذا سأفعل؟ سوف أقوم بإطفاء الباور سبلاي، سوف أخذ هذه البطارية لمعرفة القطب السالب من الموجب. إذا كما تلاحظون القطب الموجب هو هذا والقطب السالب هو من الجهة الأخرى. إذا سوف أخذ القطب الموجب وسوف أضعه في هذا القطب هنا، والقطب السالب سوف أضعه في القطب الآخر هكذا. سوف أقوم بإشعال الباور سبلاي وسأحاول إشعال الهاتف. تلاحظون إذن الهاتف يشتعل إذن الهاتف يعمل بشكل عادي. سوف تلاحظون أن بالنسبة هنا بالنسبة إلى الأمبير هناك 0.2728، يعني أن هناك تيار أو أن هناك استهلاك للتيار الكهربائي من الهاتف. إذا قمنا بإطفاء الهاتف لاحظوا معي بالنسبة للباور سبلاي، لاحظوا الأمبير. سوف أقوم بإطفاء الهاتف لاحظتم؟ إذن هناك ليس هنا استهلاك. إذن بعد هذه التجربة سوف نترك الباور سبلاي جانبا، وسوف إذن قبل أن نتطرق إلى العلبة الأخرى قلنا أن بالنسبة لهذه الأداة تمكننا من شحن البطاريات الفارغة. بالنسبة لهذه الأداة سهلة الاستعمال، إذن أقوم بأخذ هذه الأقطاب، وهذه الأقطاب تأتي مع هذه العلبة، أضع القطب السالب هنا والموجب هنا، أقوم بإشعال وأربط هذه الأداة. تلاحظون تعطينا هنا الأمبير وهنا الفولت، وبعد ذلك نقوم بربط الهاتف إذا أردنا شحن الهاتف أو معرفة هل الهاتف يشحن أم لا، أو نقوم بربط البطارية في أحد الأقطاب. إذن هذه البطارية لا تعمل، إذن البطارية تعمل. تلاحظون هناك شحن للبطارية. هاي كرسي البي
إذن تلاحظون هناك شحن للبطارية، تلاحظون بالنسبة للأمبير، دونك هناك قيمة وهناك قيمة في الفولتية، يعني لدينا 3.11 فولت، 1.37 أمبير. إذن هذه البطارية تشحن في هذه الأثناء. إذا نقوم بإزالة البطارية، ستعود قيمة الأمبير إلى الصفر. لاحظوا معي، دونك القيمة هنا عادت إلى الصفر. إذا هذه الأداة سهلة الاستعمال وهي ضرورية في مجال الصيانة. إذا الآن سوف أقوم كما قلت في بادئ الحلقة، سوف أقوم بالتحدث عن هذا العلبة العجيبة. هي نورمالمون علبة أو علبة تيار كهربائي للكمبيوتر المنزلي، قمنا ببعض التعديلات. إذا سوف أتطرق إلى هذه العلبة في حلقة مقبلة بالتفاصيل، سوف نرى كيف نقوم بتعديلها. إذا أردت فقط أن أتقاسم معكم هذه العلبة. سوف نلاحظ، إذا هنا قمت بوضع زر الإشعال والإيقاف. إذا ماذا سأفعل الآن؟ سوف أقوم بوضع هاد الأفوميتر على 20 فولت. سوف أضع السالب في السالب، وسوف أقوم بقياس الأقطاب الأخرى. تلاحظون لدينا 11 فولت، تقريبا 12. بالنسبة الثاني لدينا ناقص 11، لدينا 5 فولت، لدينا 3.4 فولت. إذا بالنسبة لهذا المخرج أستغله في صيانة الهاتف. نأخذ هنا، لدينا ناقص 8.27. إذا قلبت الأقطاب لدينا 8.26. بالنسبة للقطب الآخر لدينا 14.48. تلاحظون لدينا عدة، إذن هذه أصغر قيمة وهي قيمة بطارية صغيرة تقريبا 1.5 فولت، 1.6 فولت. إذن تلاحظون أن بالنسبة لهذه علبة الكمبيوتر المكتبي يمكن أن نستغلها في تغيير أو في صنع إذا أردتم هذا الباور سبلاي، بهذه المخارج. أقوم بإطفاء هذه العلبة. إذا في حلقة مقبلة سوف أتطرق إلى طريقة صنع هذه العلبة بالتفصيل. إذن إخواني أخواتي، لم يبقى لي إلا أن أودعكم وأشكركم على حسن المتابعة. وللتذكير، في هذه الحلقة تحدثنا عن الباور سابلاي وطريقة ما هو الباور سابلاي، وكذا العلبة التي نقوم بالعمل بها مع الباور سابلاي، بالإضافة إلى العلبة التي تم تغييرها وهي علبة التيار الكهربائي الكمبيوتر المنزلي. إذا لم يبقى لي إلا أن أودعكم وأشكركم على حسن المتابعة، وأقول لكم عيدكم مبارك سعيد، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بإذن الله. إذا أعجبتكم الحلقة فضغطوا على الجرس والسبسكرايب ليصلكم كل جديد في قناتنا، وشكرا وإلى اللقاء.